الشيخ محمد بن زايد وحكام الامارات واولياء عهودهم وولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد لما تحبه وترضاه، الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم والشيخ حمدان وشيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك، وادخلهم بفضلك مسيح جناتك، واجعلنا يا الله ممن يحفظون لهم الى ارحم الراحمين هذا الفضل الذي قدموه للعباد والبلاد. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه محمد عبدك ونبيك، ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، واشف المصابين بهذا الداء، وعاف الناس جميعا يا مجيب الدعاء. اللهم اسقنا البيت ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا البيت ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا البيت ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واقيموا الصلاه. اللهم